جينا باش نتبرعوا بالدم ديالنا طبعا تلبية للنداء ديال راديو أصوات اللي كيطلب الناس أنهم يجيوا يعتقوا أرواح ديال المحتاجين. جينا باش نتبرعوا إلى جانب المواطنين والمستمعين والمتابعين ديال راديو أصوات. هذه فرصة رائعة ممتازة، الله تعالى وفقنا الجميع. أصوات كتدعيكم طيلة هذا الأسبوع أنكم تقوموا بهذه العملية النبيلة. إحنا كمغاربة اللي معروف علينا التضامن والتعاظم والتكافل مع بعضياتنا، شكرا لكم. عند حمل الإذاعة ديال راديو أصوات إحنا جينا اليوم باش نتبرعوا بالدم ونعرفوا أرواح الناس. سمعت راديو أصوات بأنه كان تبرع بالدم، جيت أنا تنتبرع بحالي بحال الإخوان، وهذا عمل إنساني كيحت عليه للدين الإنسانية، وكنتمنى الله التوفيق واللي عنده الاستطاعة باش يقوم بهذا العمل يقوم به. الحمد لله ممكن راديو أصوات وكل الناس اللي باغيين يتبرعوا. سمعتها في الراديو وجيت باش نتبرع اليوم بالدم تاعي باش ننقذوا أرواح تاع الناس اللي محتاجة لك تقريبا أكثر منا حنا، لان بزاف الاطفال محتاجين الدم، وهذه راه اكبر خير جينا. زعما كنا ديما كنقول يا ربي نديروا خير ولكن جات لعندنا. كنشكر اصوات على البادره اللي من خلالها كنتبرعوا الدم للناس اخرين محتاجين لينا، وانا فرحانه بزاف هذه البادره.